الحوثي يستبق جلسة مجلس الأمن بقصف حي سكني في مأرب. تدريبات روسية مع تصاعد أزمة أوكرانيا وموسكو تسحب بعض قواتها من الحدود. مفاوضات غير مباشرة بين دمشق والسويداء بعد توقف الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها السويداء بسبب رفع الدعم. لليوم الثاني توتر في حي الشيخ جراح بالقدس ومخاوف من اشتعال جبهة غزة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مرة جديدة إلى ساعة إخبارية نبدأها بالملف اليمني، حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن على وقع التصعيد الميداني والهجمات الحوثية باتجاه السعودية والإمارات. وستشهد الجلسة إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والإنساني وملف خزان صافر النفطي، كما يتوقع أن يناقش المجلس أيضا تقريرا للجنة العقوبات والتمديد لها. ميليشيا الحوثي سبقت الجلسة الأممية بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما على حي الروضة السكني في مدينة مأرب، كما فجرت الميليشيات سيارة مفخخة أثناء مرور شاحنات للجيش في الخط الدولي شمال مأرب من دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية. وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت على الخط الدولي بالقرب من منطقة محطة بن معيلي شمال مأرب، وأضافت أن الانفجار كان يستهدف شاحنات تنقل عتادا عسكريا لقوات الجيش وكانت في طريقها إلى مدينة مأرب. وأكدت المصادر أن الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية. زي المغازي صورتها مسكين ذاك صورتها اجور هذا ابتلاء. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه بعد عبد الله الشيطان الرجيم ولا نبي الله ومنه خلق والله ومنه خلق الا انضغط انضغط. شهيد اخي ماجد احمد علي كديس وابن اخي ناصر ناصر علي احمد علي كديس، واثنين ما زالوا في المستشفى وجميعهم اولاد اخواني جميعهم مدنيين ومدنيين. وصلت لنا 4 حالات مدنية نتيجة استهداف صاروخ حوثي، ومنها حالتين شهداء وحالتين جرحى شديدة، وتم تحويل الحالات الجرحى الشديدة إلى مستشفيات جيزان، وقمنا بالواجب والإسعافات الأولية لها. مالك يا ولد أنت ورمس والله ليس غريبا على الميليشيات الحوثية الإرهابية هذه الأعمال والتي ترقى إلى جرائم حرب. طالب المجتمع الدولي بتصنيف هذه الجماعة جماعة إرهابية. وللمزيد والوقوف عند آخر التطورات اليمنية ينضم إلينا من القاهرة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي. أهلا بك أستاذ بليغ برفقتنا مرة جديدة مع قناة الحدث. اليوم يعني الأنظار موجهة إلى عقد جلسة في مجلس الأمن، يعني خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الحوثية المؤخرة. برأيك أولا يعني هذه الجلسة تستبق بتوجيه صاروخ باليستي من قبل الجماعات الحوثية إلى مأرب، أيضا هناك إطلاق مسيرة وتفجرت الميليشيات سيارة مفخخة أيضا أثناء مرور شاحنات الجيش، ما الذي يفهم من هذا التصعيد من قبل الحوثي برأيك؟ نعم مساء الخير. أهلا بك. جزيلا لك وللسادة المشاهدين.
بالنسبة لمسألة التصعيد من قبل الميليشيات، الميليشيات لم تتوقف عن تصعيدها منذ أن بدأت أو منذ أن نفذت انقلابها في العام 2014، وبالتالي هي دائما ما ترسل رسائل سواء للمجتمع الدولي أو لأنصارها بأنها لا تزال تمتلك الكثير من أوراق القوة، وهذا ما شاهدناه خلال تحديدا الفترة الماضية، وخاصة في مسألة استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أيضا مسألة القرصنة في البحر والسيطرة على سفينة الشحن الإماراتية، دخول السفارة الأمريكية في صنعاء، كل هذه الأحداث هي تثبت أن هذه الميليشيات مستمرة في تصعيدها وأنها لا يمكن أن تذهب إلى أي اتفاق سلام أو أن لا نية أساسا لديها في السلام. بالنسبة لجلسة مجلس الأمن، هي جلسة دورية بالتأكيد، لكن يعني ربما اللحاط التي سيقدمها المبعوث الأممي السيد هانز غوتنبرغ لن يكون فيها جديد، لأنه لم يعني لا توجد أي تطورات على المسار السياسي. هناك حديث بأنه اجتمع مع جماعة حوثية في عمان، ولكن يعني لم يتم الإعلان عن هذه المباحثات نظرا للموقف الحوثي المتعنت دائما. هناك لقاءات مستمرة في مسقط بوساطة من الأشقاء في سلطنة عمان، لكن لا يوجد أي نتائج لتلك اللقاءات أو لتلك المشاورات. هناك تعنت مستمر من قبل الميليشيات الحوثية في مسألة القبول بأي مبادرات سلام. يعني نحن نتحدث الآن عن أكثر من مبادرة كان قد تم إعلانها خلال العام الماضي، سواء مبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو الإعلان المشترك الذي أعلن عنه المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث، أو يعني مبادرة المبعوث الأمريكي السيد تيم ليندر كينغ. لكن كل هذه المبادرات هي اصطدمت بمسألة التعنت الحوثي، و يعني شهدنا خلال العام الماضي التصعيد الذي قادته الميليشيات في مارب، وكيف كانت يعني ترفض أي جهود للسلام وهي تعتقد أنها ستسقط مارب. الحمد لله الآن تمكنت يعني قوات الشرعية من كسر هذا الهجوم، وأثبتت فشل الميليشيات في مارب، والآن هناك تحريك لأكثر من جبهة. وبالتالي الآن الميليشيات هي عندما تشعر بأن هناك ضغط سياسي وعسكري عليها تقوم بممارسات تصعيدية أكثر. شهدنا كما قلت خلال الفترة الماضية مسألة استهداف دول الجوار، استهداف وهي كانت يعني وبالتالي يعني إذا تحدثنا عن القرارات الأممية فيما يتعلق باليمن لغاية اليوم، اتفاق ستوكهولم يعني لقد ولد ميتا، هل نتوقع أي تطوير يعني من قبل مجلس الأمن لخطواتها وللقرارات التي يمكن أن تتخذها أن تكون أكثر فعالية؟ هناك قرارات عديدة بشأن الوضع في اليمن أصدرها مجلس الأمن، لعل أشهرها القرار 22/16 الذي بات اليوم يعتبر مرجعية وأصبح مرجعية. ولكن ما الذي يعني تحقق منها أستاذ بليغ؟ من المرجعيات التي يجب الانطلاق منها هي لم يتأ بالتأكيد. يعني نحن نتحدث الآن عن أولا هناك مسؤولية على المجتمع الدولي في مسألة تنفيذ القرارات، طالما أن هذه القرارات صادرة عن مجلس الأمن وصادرة تحت الفصل السابع. وبالتأكيد يعني ربما كان خلال الفترة الماضية كان هناك توجه قوي، وخاصة في نهاية فترة الرئيس ترامب، لمسألة إضعاف الميليشيات الحوثية والضغط عليها، وكان هناك تصنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها كجماعة إرهابية. للأسف الشديد حصلت يعني هل يرتبط ذلك برأيك كون اليمن تدخل ضمن إطار الصراع مع إيران أستاذ بليغ؟ عفوا، يعني هذه المقررات وعدم تفعيلها كما يجب، هل برأيك له صلة بكون اليمن هي ضمن الصراع ضمن إطار إيران ضمن الصراع مع إيران؟ بالتأكيد لإيران دور كبير في مسألة وقف يعني في مسألة عرقلة مسار السلام في اليمن. إيران تمتلك الآن ورقة تفاوضية مهمة، إيران لديها ملفات يعني مفاوضاتها النووية مع الغرب، لديها ملفات كثيرة تقايض يعني المجتمع الدولي والإقليم، وهذه الورقة هي ورقة تمكنت من الحصول عليها من غير تكلفة كبيرة، وهي تمكنها من تهديد أولا منابع الطاقة في المنطقة، تهديد الإقليم، وتهديد ممرات الملاحة الدولية، وتهديد المجتمع الدولي أجمع. وبالتالي إيران ستظل متمسكة بهذه الورقة، وربما يعني خلال الفترة الماضية عندما تصاعدت المبادرات الإقليمية والدولية لمسألة التوصل إلى حل إلى وقف إطلاق نار شامل، وذهب الفريق الوساطة العماني إلى مسقط لإقناع قادة الميليشيات الحوثية، كيف يعني عاد ذلك الفريق دون تحقيق أي نتائج؟ نعم، اسمح لي بما تبقى لنا من وقت أستاذ بليغ. نعم، المتغير الأخير وهو دخول يعني الإمارات ضمن بنك الأهداف أهداف الميليشيات الحوثية وتقديم الإمارات إحاطة لمجلس الأمن، هل برأيك سيغير من المشهد شيئا؟
بالتأكيد مسألة استهداف الإمارات العربية المتحدة كانت نقطة تحول كبيرة في مسألة يعني لدى المجتمع الدولي في 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 كشف حقيقة هذه الميليشيات أنها لن تتورع عن القيام بأي أعمال إرهابية، وبالتالي بدأنا نسمع يعني الدعوات متتالية لمسألة إعادة تصنيف الميليشيات كميليشيات إرهابية. ربما خلال الفترة القادمة سيكون هناك يعني أو أن هناك توجه فعلي الآن داخل الإدارة الأمريكية لفرض المزيد من العقوبات على قيادة الميليشيا وعلى الميليشيات وعلى داعميها وعلى الكثير من الشركات أو الشبكة المالية المرتبطة بها. أتوقع خلال الفترة القليلة القادمة أن يكون هناك إعلان عن عقوبات وتمديد، بالتأكيد سيكون هناك تمديد للعقوبات السابقة، لكن ستتوسع مسألة العقوبات على سواء على القيادات أو على المنظومة المالية التابعة للميليشيات في الخارج. أشكر لك كل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا من القاهرة، الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلفي، شكرا لك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن بعض القوات في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا بدأت في العودة إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات، وقال متحدث باسم الوزارة إن المناورات واسعة النطاق مستمرة في أنحاء البلاد، لكن بعض الوحدات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية استكملت تدريباتها وبدأت في العودة إلى قواعدها. أقر النواب الروس مشروع قانون يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا والمدعومة من موسكو، التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني في شرق هذا البلد منذ 8 سنوات. وقال رئيس المجلس إن النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك سينقل إليه فورا، موضحا أن الوثيقة أقرت خلال جلسة عامة لمجلس الدومة. أوكرانيا قالت إن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفائها الغربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة. بالمقابل قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف إن بلاده سترد إذا قتل مواطنون روس في أي مكان بما في ذلك منطقة دونباس المتمردة في شرق أوكرانيا. وقال تشيزوف إن بلاده لن تغزو أوكرانيا ما لم يتم استفزازها لذلك. في واشنطن، وبعد جلسة إحاطة سرية للمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان حول أوكرانيا أمام مجلس الشيوخ، قال السيناتور ماركو ريبيو إن هناك إجماعا بين كل الأعضاء على أن الوضع خطير وأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا إذا غزت أوكرانيا. إذا كان هناك غزو نعلم أنه ستكون هناك عقوبات، سيرد بوتين على ذلك ربما بشن هجوم إلكتروني أو أي هجوم آخر، وقد تصاعدت هذه الأمور بسرعة نحو شيء أكثر خطورة بكثير. لذا
فهذه لحظة متوترة للغاية، وأعتقد أنه من المهم البدء في التفكير فيها من حيث تلك الشروط. كيف يمكنك فرض عواقب حقيقية مع تجنب سوء التقدير الذي يمكن أن يتصاعد بسرعة؟ من جهته قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ديك ديربن أن من الأفضل أن يتفق أعضاء الكونغرس على عقوبات ضد روسيا. تم إرسال رسالة اليوم مع إعدادنا بيانا مشتركا يظهر تضامننا، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل لو تمكنا من الاتفاق على العقوبات. كنت راعيا ومشاركا في رعاية مشروع قانون مينينديز النسخة الأصلية، وآمل أن يكون هو والسناتور ريتش وآخرون لديهم حسن نية وأن يخرجوا بحزمة عقوبات. في العراق أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية في العام 2007، حيث سنت قانوناً خاصاً بها تدير من خلاله تلك الموارد لصالح إقليم كردستان. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. بشاغة يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الليبية من بنغازي ومخاوف من استغلال داعش الانقسام السياسي. أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث. في الملف الليبي وعلى إثر تحذيرات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز من انتعاش تنظيم داعش جنوب ليبيا بفعل الصراع السياسي، أكدت بعض الأطراف السياسية الليبية مخاوف ويليامز مطالبة بإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسة الدولة لمواجهة خطر انتشار داعش، حيث رأى برلمانيون أن وجود سلطتين متصارعتين على الحكم يعني التلهي بالمنافسة بدل التركيز على مكافحة الإرهاب، فيما رفض آخرون محاولة الربط بين وجود داعش بالجنوب أو بعض مناطق الغرب وبين المتغيرات السياسية. وأضافوا أن ويليامز تحاول توظيف التنظيم كفزعة لتخويف الجميع ودعم مسعاها للإبقاء على حكومة دبيبة، لا سيما أن تأثير داعش وقدراته باتت محدودة وفق تعبيرهم. يأتي ذلك في وقت ركز فريق ثالث على طبيعة وجود هذا التنظيم في ليبيا وخطره الذي لم يتضاءل في أي مكان بالعالم، ولم يستبعد كذلك اختيار ليبيا كمركز لسلطة داعش بعد انهياره في العراق وسوريا بسبب الهشاشة الأمنية على الحدود.
في هذا الوقت يواصل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي بشأغا جولة إلى عدد من المناطق الليبية لإجراء مشاورات تشكيل حكومة، ويجري لقاءات اليوم في مدينة بنغازي. تأتي زيارة بشأغا عقب إجرائه لقاءات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة. كما أوضح المكتب الإعلامي لبشأغا أن اللقاءات ستستمر في عدد من المدن الليبية الأخرى لإجراء المزيد من مشاورات بشأن تشكيل الحكومة. وللمزيد والوقوف عند آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي ينضم إلينا من تونس عز الدين عقيل، الكاتب السياسي الليبي. أهلا بك أستاذ عز الدين. يعني كما نتابع المشهد، هناك حكومتين أو وجود سلطتين متصارعتين، هل يعني التلهي في المنافسة على حساب مكافحة الإرهاب؟ تحياتي لك يا أستاذ جزيل وكذلك لمشاهديك الكرام. شكرا أستاذ عزيز. الحقيقة من الناحية المنهجية، طلبة السنة الثانية في الأكاديميات الأمنية يدرسون العلاقة المباشرة ما بين الفراغ السياسي وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب والعنف. نحن نعرف بأن القاعدة ظهرت في أفغانستان عندما لم يكن هناك نظام سياسي، وظهرت في العراق عقب سقوط النظام السياسي هناك، وظهرت في سوريا في المناطق التي كانت تعج بالفوضى والميليشيات، وظهر تنظيم القاعدة في درنا، وظهر تنظيم داعش في سرت عندما سقط نظام القذافي. ولكن السؤال الكبير الذي يجب طرحه الآن هو من الذي ورط الليبيين مجددا بردهم إلى الفراغ السياسي من جديد وصراع الحكومتين؟ على السيدة ستيفاني ويليامز أن تخجل من نفسها، لأنها هي التي عادت إلى منصبها السابق بطريق التسلل لكي تخنق بيديها خارطة الطريق ولكي تلغي الانتخابات هي بنفسها خدمة لمصالح دولتها الولايات المتحدة، التي رأت أن خارطة الطريق هذه لابد أن تنهار وهذه الانتخابات لابد أن تقف لأن سيف القذافي ترشح فيها ولأن هذا يشكل تهديد عليهم. وبالتالي كيف يمكن لهذه السيدة أن تبيع الكرديين ثم تضحك عليهم لأنهم اشتروه منها؟ ولكن أيضا يعني هناك في ليبيا أستاذ عز الدين يعني تباين في الآراء فيما يتعلق بهاتين الحكومتين، حتى موقف عبد الحميد دبيبة يعني رئيس الحكومة الذي يعتبر يعني نفسه ما زال هو يعني مكلف بهذه الحكومة وهو يحضر لإجراء الانتخابات. أنت تتحدثين في تفاصيل ما بعد إلغاء الانتخابات أستاذ جيزيل، من جاء بهذه الفكرة أصلا؟ من الذي ألغى الانتخابات وجعلنا أمام هذا الصدام بين حكومتين؟ ستيفاني ويليامز هي التي نفذت هذا المشروع بعد أن اختلفت حكومة بلادها وبريطانيا والروس شديدا حول مشاركة سيف القذافي. الروس قالوا إما يشارك سيف وإما نحرق ليبيا، الأمريكان والإنجليز قالوا إما يبعد وإما نحرق ليبيا. هنا اتفقوا على إرسال ستيفاني ويليامز لتنهي العملية السياسية من أساسها، وهنا كان لابد للأطراف السياسية الليبية من أن تنتهز هذه الفرصة لتمد في عمر الحكم، وهنا هم مدوا عمر الحكم عن طريق إنتاج الحكومة التي تناسبهم على حساب الحكومة الأخرى. يعني القصة برمتها نشأت عن انهيار العملية السياسية وعن وقف الانتخابات التي تتحمل مسؤوليته ستيفاني ويليامز باعتبارها العرابة التي نفذت هذا المشروع لحساب الصدام الأمريكي الإنجليزي الروسي. هناك من يعتبر اليوم لتبكي أو تدرف دموع التماسيح. عفوا المقاطعة. هناك من يعتبر بأن حكومة فتحي بشأغا هي نتاج ليبي، ولكن برأيك يعني كيف ستتمكن هذه الحكومة من العمل بوجود هذا التنافس وهذا الانقسام الذي هو حاصل؟ يعني هناك احتمال كبير أختي جيزيل في ألا تتمكن هذه الحكومة. ما قالته هذه ستيفاني فعلا هو صحيح، من الممكن أن نجد أنفسنا أمام انقسام حكومي مجددا وأمام فتح الأبواب من جديد أمام داعش لكي تعود وتتغلغل من جديد. ما قالته ستيفاني صحيح، ولكنها تتحدث عن نتائج فعلتها، تتحدث عن نتائج فعلها هي أمريكية إنجليزية روسية وليست أفعال ليبية. من ورطنا من جديد في هذا الانقسام، من خلق بيئة جديدة لكي تتغلغل قاعدة وداعش وكل مصائب الدنيا هي هذه الأطراف. وبالتالي على هذه ستيفاني أن تذهب إلى واشنطن وإلى لندن وإلى موسكو لتتحدث معهم عن جريمتهم التي ارتكبوها في ليبيا بتهشيم الانتخابات فوق رؤوس أهلها، لأنهم اختلفوا حول شخصية، منهم من يريد أن تشارك ومنهم من لا يريد أن تشارك. يعني هي من تحدد الليبيين؟ نحن مفعول بنا. إذا حتى يعني تصريحات ويليامز الأخيرة نعم أستاذ عز الدين، يعني هي تنشد إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، هذا هو مبتغاها من خلال التصريح بعد أن أفسدت الانتخابات الأولى. كيف ولكن اليوم الآن هذا ممارسة للنفاق.
السؤال يعني أين المخرج؟ أختي جيزيل لإجراء انتخابات. أين المخرج من المأزق الحالي؟ المخرج هي تقول عليه. المخرج تقول على... ما فيش مخرج الآن. المخرج لا أحد يعلم. هل نكون فعلا أمام ثنائية تني والسراج من جديد؟ هل تنطلق حرب ضخمة في طرابلس لكي تدمرها كما دمرت بنغازي؟ هل يتفق الطرفين باعتبارهم كل منهما من مدينة مصراتة، وباعتبار أن أينما أمطرت السحابة فخراجها لهم، هل يتقون الله في الليبيين ويتفق ابنيهما على حكومة موحدة؟ لا أحد يعلم. هل برأيك نتوقع موقف واضح من الباب لدخول الشيطان من قبل البعثة الأممية؟ يعني هل ننتظر أن البعثة الأممية أن يعني أن تقدم موقف واضح فيما يتعلق يعني بوجود هاتين الحكومتين الآن؟ أستاذة جيزيل، ما فيش موقف واضح الآن. ليس هناك مبعوث أممي إلى ليبيا، وروسيا شددت بشكل صارم على أن في يوم 1 أبريل القادم إذا وجدت ستيفاني ويليامز ولم يوجد مبعوث أممي معين فإن هذه البعثة ستلغى من أساسها. يعني بالتالي هل نستطيع القول البلاد في مأزق شديد؟ نعم. وأشد صدامة. يعني هل نستطيع القول حتى أن ليبيا اليوم أصبحت ضمن التقاطع يعني وأشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة أخرى؟ في عجالة من فضلك. بل ليبيا في قلب هذه المسألة. ليبيا في قلب الصدام اليوم الذي تستغله روسيا والصين من أجل صناعة النظام العالمي الجديد الذي أثبت فساده وفشله الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. ليبيا اليوم أختي جيزيل في قلب المعمعة. ليبيا هي المعول الأخطر الذي يمكنهم تدميره من أجل الوصول إلى غاياتهم. كل ما يجري في ليبيا اليوم هو نتيجة هذا الصدام، لا علاقة للشعب الليبي بكل هذا الذي يجري. يعني على أمل يعني الخروج من هذه الأزمة، نشكر لك هذه المشاركة معنا من تونس عز الدين عقيل الكاتب السياسي الليبي، أشكرك لهذه المشاركة. أعلنت إسرائيل عن زيارة وفد تركي رفيع إلى تل أبيب هذا الأسبوع تحضيرا لزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا بعد سنوات من التوتر. مكتب الرئيس الإسرائيلي قال إن وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع من أجل التحضير لزيارة إسحاق هرتزوغ المرتقبة من دون تحديد لموعد لها. ولفت إلى أن هدف الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. في لقاء خاص مع الحدث قال عثمان نوري رئيس حزب العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول بتركيا إن الحزب طوى صفحة خسارته في انتخابات بلدية اسطنبول في العام 2019 وحاليا جل اهتمامه للانتخابات القادمة. وضعنا الخطط والبرامج من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة من خلال الانخراط بالشعب والاستماع إلى مشاكله. هناك ثلاث شرائح نركز عليها، الأولى الشريحة التي تؤيد الحزب، والشريحة الثانية هي منطقة اسطنبول والقريبة من توجهات الحزب وتقدر نسبتها ب70%، سوف نعمل على جذبها. والشريحة الأخيرة هي خارج اسطنبول، سنقوم قبل الانتخابات بطرق أبواب المواطنين 3 مرات على الأقل في اسطنبول وحتى خارجها، وسنزور 16 مليون مواطن في اسطنبول ونشرح لهم من هو حزب العدالة والتنمية وماذا يعني لاسطنبول ومن هو رجب طيب أردوغان وماذا قدم لتركيا خلال السنوات الماضية. ما حصل مؤخرا من أزمات اقتصادية لا دخل لحزب العدالة والتنمية أو الحكومة بها، لأن الأزمة العالمية أثرت على الجميع، وتركيا كانت إحدى الدول التي تأثرت. حاليا نقوم باتخاذ التدابير العاجلة لتجاوز الأزمة من أجل راحة المواطن، من تخفيض الدولار والعمل على الحد من غلاء المعيشة والعمل على تخفيض التضخم. من يقول بأن الشباب سيضعون عقدة لأردوغان في الانتخابات المقبلة، أرد عليهم كيف فزنا في الانتخابات الماضية؟ أليس من دعم الشباب؟ الحزب يرى أن الشباب هم أصحاب القرار في الدولة من خلال الدخول في الانتخابات والمشاركة فيها، ونحن على يقين تام بأن الانتخابات المقبلة ومشاركة 6 ملايين شاب فيها هم من سيحسمون الانتخابات القادمة. في السودان أعلن رئيس مجلس نظارات البجاء والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك رفضه ما وصفه بالاعتقال السياسي لقادة قوى الحرية والتغيير، مطالبا في ذات الوقت بتقديم جميع المعتقلين إلى المحاكمة. لكن نحن أصلا ناس بتاع العدالة وبتكلم الحق. الآن يبقى ودني صالح ولا يبقى خالد سيلك ولا الأمس اللي بيقولون قبضوهم أضربوهم
إذا كان الآن اعتقالهم ده إذا كان اعتقال سياسي نحن ما دارين ما دارين اعتقال سياسي يفكون. إذا كان اعتقال بأمر من النيابة والمحاكم يقدموا له محاكمات عادلة عشان القانون يقول فيه. احتج عشرات المهاجرين في جنوب تونس منددين بالتهميش ومطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى بعد نجاتهم من الغرق في عمليات الهجرة غير القانونية من ليبيا نحو السواحل الإيطالية. هذا وينفذ المهاجرون اعتصاما منذ أيام أمام مقر المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بمنطقة جرجس الساحلية جنوب شرق المنطقة. ما عندنا مشكلة مع المواطن، ما عندنا مشكلة مع الحكومة، ده الواقع. لكن هنا مشكلتنا مع المفوضية. المفوضية أجبرت اللاجئين يقولوا طيلة الفترة ضاعت من أعمارهم 5 سنين، فما بعض الناس موجودين هنا إنهم 7 سنين لاجئين. اتعامل بكل أنواع التهميش والتنكيل، الظروف اللا إنسانية تتعامل بها المفوضية وشركائي. نناشد نطالب منظمات المجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية الإنسانية تتدخل فورا في إنقاذ هذه اللاجئين، وكل من يطالب بمطالب موضوعية مشروعية تجاه المفوضية يتعاملوا مع سي تي ار كشريك ثاني عبارة عن حكومة تونس، يتحولوا إلى أعمال انتقامية ويلعبون زي الكرة من المكتب لمكتب من الشمال للجنوب إلى أن ترجع ليبيا. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. الأرجنتين تطلق نظام التشخيص الأولي لكورونا عبر التسجيل الصوتي للسعال. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. أذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. أهلا ومرحبا بكم من جديد. في الملف السوري تجري مفاوضات غير مباشرة بين دمشق والسويداء بعد توقف الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا واستمرت منذ يوم الخميس. شارك فيها معظم فئات المجتمع في السويداء من رجال دين ومدنيين وأطياف المعارضة. ونقلت الشرق الأوسط أنه لا يمكن الحديث بعد عن تعاطي وتفاوض مباشر مع الحكومة بدمشق، لكن هناك مباحثات غير مباشرة تتجسد حاليا عبر إعداد مجموعة
من منظمي الحراك، وورقة مطالب سترفع إلى الحكومة في دمشق تحدد مطالب الأهالي المحتجين. ويقول المنظمون إن من أسباب التريث وتعليق الاحتجاجات كانت محاولة بعض الأطراف تحريف الحراك عن مطالبه المحقة لغايات ومصالح خاصة، في حين أن الغالبية العظمى في السويداء على إدراك بأن الحكومة غير قادرة على معالجة الأمر أو تحقيق المطالب تحت اعتبارات أنها لا تملك شيئا. وكانت قد تفجرت الاحتجاجات في السويداء نتيجة القرار الذي صدر مؤخرا عن الحكومة السورية برفع الدعم عن بعض الفئات، فئات المجتمع السوري. وللمزيد حول هذه الإشكالية ينضم إلينا من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ رامي. يعني هل اليوم تجري مفاوضات بين، أو نتوقع إجراء مفاوضات بين دمشق والسويداء على خلفية الاحتجاجات الشعبية؟ وما هو سقف المطالب؟ تجري. نعم. لا نتوقع أنها تجري، هي تجري منذ أيام مفاوضات ما بين شيوخ العقل وأيضا النظام السوري والروس في السويداء، وقد تكون في دمشق، واليوم زيارة يعني رئيس الروحي للطائفة الدرزية أو الموحدون الدروز إلى موسكو، أعتقد بشكل قطعي له علاقة بما يجري من السويداء. ولكن هناك مطالب أساسية لأبناء السويداء، أبناء الحراك، وهي المطالب المعيشية. هل النظام حقيقة الأمر عدا مطلب محاربة الفساد؟ محاربة الفساد لا تكون بأن يقوم النظام بتحريك عصابة مسلحة ضد عصابة مسلحة أخرى فاسدة، لأن الفساد هو يعني هناك شركاء ضباط بالنظام الموجودين في السويداء هم شركاء بهذا الفساد. لذلك أقول يجب أن يلبي النظام المطالب، مطالب الحراك، والنظام هو غير قادر على تلبية هذه المطالب، كون أن النظام لا يملك شيء، النظام ليس لديه قدرات أن يلبي المطالب المعيشية، أن تصل المواد الغذائية يعني بأسعارها. نعم. لا يجوع. يعني هذه الاحتجاجات أستاذ رامي كما فهمنا تأتي على خلفية رفع يعني الدعم. نعم. يعني بالوقت الذي يعاني الشعب. طيب. نعم. اقتصاديا. نعم. يعني بالتزامن مع هذا الحراك كله، اليوم نشم تقرير عن المخدرات المنتشرة بالسويداء ونقلها للأردن، أي أن هناك من هم الفاسدين المستفيدين من النظام، والشركاء النظام هم يعيشون حياة طبيعية في ظل تجارة المخدرات وغيرها والسرقات، ولكن الغالبية الساحقة من أبناء السويداء هم يحتاجون لهذا الدعم. إذا النظام غير قادر على أن يقوم بتأمين حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، هي لا علاقة لها بالسياسة بداية، هي نعم هي اقتصادية معيشية. نعم. لذلك أقول بشار الأسد عين ابن خاله رئيس محافظ بالسويداء، جاء به من شركة النفط محافظ بالسويداء، هل هذا الرجل قادر أن يلبي مطالب أهل السويداء؟ ما هو دور هذا الرجل في تلبية مطالب أهل السويداء؟ الآن الأمر يتعلق بشيوخ العقل والمفاوضات مع النظام. هل ستنجح؟ هل ستلعب موسكو دور أساسي بأن تلبى مطالب الأبناء السويداء قبل أن تتفاقم الأمور وتصل إلى حد لا يمكن العودة منه؟ ولماذا هي يعني نعم، ولماذا المفاوضات غير مباشرة؟ يعني المفاوضات غير مباشرة عندما قلت لك الآن بأن يعني رئيس الروحي لطائفة الموحدون الدروز وهو ليس من سوريا، هو موجود في موسكو بما يخص السويداء، بأنها مفاوضات غير مباشرة مع الراعي الأكبر وهو موسكو. نعم. أيضا يعني هناك تحذيرات عن حرف هذه المظاهرات عن أهدافها، ما المقصود بذلك أستاذ رامي؟ يعني أهدافها هناك من يريد أن يجير هذه المظاهرات التي قام بها أبناء جبل العرب أحفاد سلطان باشا الأطرش إليهم، يعني أو بعض القامعين في تركيا الذين يقولون بأنهم لهم علاقة بهذا الحراك. هذا الحراك قام به أبناء السويداء، وأبناء السويداء ليسوا بحاجة أحد يعطيهم شهادات بأنهم تحركوا الآن، لأن من أبناء السويداء الكثير من المعارضين للنظام قبل أن يكون هؤلاء الموجودين في تركيا معارضين للنظام في الأساس. إذا كانت الحكومة غير قادرة يعني على تلبية هذه المطالب، بالتالي إلى من يرفعونها؟ هل يعني يتوقعون أي مساعدة ربما من روسيا؟ نعم بشكل قطعي. يعني النظام السوري هو
يعني ممثل أو حجر من أحجار الشطرنج، ولكن الحقيقة القادر على فعل شيء هي موسكو التي الآن تقوم بلعب دور أساسي في هذه المفاوضات ومحاولة إبعاد إيران وتحجيمها وإبعاد إيران عن تلك المنطقة. على كل حال سيكون لنا متابعة يعني حول هذه التطورات وهذه الاحتجاجات. نشكر لك كل ما تفضلت به أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من إيضاحات حول هذا الملف، شكرا لك. شهد حي الشيخ جراح على مدى اليومين السابقين مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين إثر نقل النائب المتطرف في الكنيسة الإسرائيلي إتمار بن غفير مكتبه البرلماني إلى الحي. اللافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قال إن إسرائيل ليست بحاجة إلى أشخاص محرضين لإشعال المنطقة لأهداف سياسية، في إشارة إلى المستوطنين على صعيد متصل. أيضا قد دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعضاء الكنيسة الإسرائيلي لوقف التحريض على العنف في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، متهما إياهم بالعمل ضد مصلحة إسرائيل الأمنية والاجتماعية. هذا وقد جاءت تصريحات غانتس تخوفا من اشتعال الوضع الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة. لا نحتاج إلى أشخاص محرضين يعملون على إشعال المنطقة لأغراض سياسية. نحن لا نحتاج إلى عوفر كاسيف ولا بنجيفر ولا الطيبي حتى يديروا لنا القدس. نحن سنهتم بهذا وسنجلب الاستقرار للمدينة. نحن سنعالج هذا الأمر، فهذه وظيفة حكومة إسرائيل. سنعيد الاستقرار والأمن إلى سكان المدينة. وللمزيد والوقوف عند آخر التطورات من حي الشيخ جراح في القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة جمانة خديجة. أهلا بك جمانة مرة جديدة برفقتنا. يعني هل تطلعينا على ماذا يجري في هذه المنطقة؟ يعني هذه التوترات ليست بجديدة في منطقة الشيخ جراح، ما الجديد فيها؟ نعم، كما ذكرت هذه التوترات والتطورات أيضا في الحي هي ليست بالجديدة، ولكن الجديد كما ذكرنا أيضا خلال اليوم السابق وأيضا خلال اليوم بأنه قام عضو الكنيسة إيتمار بن غفير بنصب مكتبه البرلماني هنا في الحي وتحديدا في الأرض التي تقع هي أرض هي تابعة لعائلة سالم الفلسطينية والتي مهددة أيضا بالإجلاء والإخلاء من منزلها. في هذه اللحظات التوتر ما زال يتواجد، الأجواء مشحونة، ولكن يعني يوجد هنا هدوء حذر ومرتقب. القوات الإسرائيلية إن كانت من قوات الشرطة وأيضا حرس الحدود قامت بنصب سواتر حديدية عند مداخل هذه المنطقة من الحي، وذلك لمنع الفلسطينيين وأيضا المتضامنين مع الأهالي إلى الدخول إلى هذه المنطقة. وأيضا يعني قامت يعني من جهة أخرى بإعطاء المجال للمستوطنين بالدخول، والذين أيضا يتواجدون بمقربة إن كان من مداخل الحي أو حتى من الفلسطينيين الذين هم بالقرب من منطقة هذا المكتب البرلماني. أكد عضو الكنيسة إيتمار بن غفير بأنه لن يقوم بتفكيك أو إزالة هذا المكتب، وذلك رغم التصريحات التي صدرت عن إن كان المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل من جانب رئيس الوزراء وأيضا وزير الدفاع ووزير الخارجية، والذين يعني قالوا بالتحديد بأن ما يقوم به إيتمار بن غفير من تصرفات وأيضا من استفزازات ستؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد في حال لم يعني هل يخشى جمانة
من تفجير الجبهة مع غزة؟ يعني نظرا للتصريحات الإسرائيلية ضد استفزاز المواطنين في منطقة الشيخ جراح؟ بالإمكان يعني ترجم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن القلق الإسرائيلي في هذه المرحلة هو بأن تتطور الأمور من جديد إلى حرب كما اندلعت الأمور إليه إن كان في شهر مايو أيار الماضي. ولنذكر بأن أيضا حي الشيخ جراح كان من أحد الأسباب التي أدت إلى اشتعال المنطقة وإلى إطلاق الصواريخ من قبل حماس تجاه القدس وبالتالي اندلاع الحرب. وأيضا إيتمار بن غفير بالتحديد يعني قام أيضا بنصب مكتب له في حي الشيخ جراح ولكن في منطقة مختلفة من الحي. لذلك الآن يعني التصريحات على لسان المسؤولين الإسرائيليين تأتي لمنع حدوث أمر كهذا من جديد واشتعال المنطقة من جديد، ولسيما بأن إسرائيليا في غنى عن حرب جديدة وتوجد يعني ملفات أخرى هامة على مائدتها السياسية. يجب أيضا يعني أن نذكر بشكل لافت بأن النشطاء الفلسطينيين وعلى رأسهم يعني إن كان يجب أن نذكر الناشط المقدسي محمد أبو الحمص قام يعني بإنشاء مكتب خاص به أيضا يعني كنوع من التحدي والاحتجاج على ما يقوم به إيتمار بن غفير وأيضا المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة. ولكن الأوضاع في هذه الحالة وهذه المرحلة ما زالت هادئة، ولكن كما ذكرنا هذا هدوء حذر قد يشتعل في كل لحظة ممكنة. بمعنى أن الوضع مرشح يعني على كل الاحتمالات جمانة، هذا ما نفهمه؟ بالتحديد، وذلك لأنه أيضا يعني خلال الأمس كانت هنالك تصريحات متبادلة إن كان من جانب إسرائيل وأيضا من الجانب من جانب حركة حماس عن طريق الوسيط المصري قاموا بإدلاء تهديدات أو تصريحات بأنه من الممكن أن تؤول الأمور إلى تصعيد مرتقب، حيث أن حماس قالت بأنه في حال استمرت اعتداءات المستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح وفي القدس بشكل عام ستقوم بالرد بشكل عسكري. وإسرائيل دورها ردت بأن أي رد عسكري من قبل حماس إن كان ردا صاروخيا سيتم الرد عليه أيضا، وبما يعني بأنه ستكون هنالك حالة من الحرب من جديد مع قطاع غزة، والتي ذكرت المصادر العسكرية الإسرائيلية بأنه ستكون حملة حارس الأسوار 2 بالإشارة إلى الاسم التي يعني أطلقت إسرائيل على الحرب الأخيرة على غزة. نشكرك لكل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا من منطقة الشيخ جراح في القدس، شكرا لك جمانة لكل هذه الإيضاحات. رفض المتهمون بقتل الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات في الضفة الغربية المثولة أمام المحكمة العسكرية، ما أدى إلى تأجيل جلسة المحاكمة حتى نهاية الشهر الحالي. المحكمة التي أجلت الجلسة إلى 27 من هذا الشهر طلبت من النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية إحضارهم جبرا أو إجبارا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة. هذا وكان الناشط نزار بنات قد قتل في شهر يونيو من العام الماضي خلال عملية اعتقاله من منزل أحد أفراد أسرته قرب مدينة الخليل بعد أن اعتدى عليه أفراد الأجهزة الأمنية بالضرب أثناء نومه، الأمر الذي تسبب بموجة غضب واسعة نادت بإسقاط السلطة الفلسطينية. طريقة جديدة لتشخيص كورونا، هذه المرة عن طريق التسجيل الصوتي للسعال، حيث أطلقت الأرجنتين نظاما للتشخيص الأولي للعدوى من شأنه أن يحدد إمكانية الإصابة بالفيروس من خلال الصوت يتم إرساله في رسالة مسجلة على الواتساب. هذا وتم تطوير نظام التشخيص الأولي باستخدام الذكاء الصناعي للتحليل، إذ تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، والتي تم تسجيلها من قبل كل من المرضى المصابين بفيروس كورونا وأيضا الأشخاص الأصحاء، وبحسب سلطات المدينة تبلغ الدقة في الوقت الحالي حوالي 86%. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها. الحوثي يستبق جلسة مجلس الأمن بقصف حي سكني في مأرب. تدريبات روسية مع تصاعد أزمة أوكرانيا وموسكو تسحب بعض قواتها من الحدود.
مفاوضات غير مباشرة بين دمشق والسويداء بعد توقف الاحتجاجات الشعبية بسبب رفع الدعم. لليوم الثاني توتر في حي الشيخ جراح بالقدس ومخاوف من اشتعال جبهة غزة. ندعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني الحدث .net. إلى اللقاء.